ولد الشاعر الإماراتي راشد بن سالم بن عبد الرحمن بن جبران السويدي في عام 1905 في عجمان. هو من أبرز شعراء الشعر الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. لما أصبح في 8 من عمره توفي والده، وبعد سنوات أخرى توفيت والدته. كان له شقيق يدعى عبد الرحمن، توفي هو بدوره في سن 18، وكان شاعرنا يصغر أخاه بسنتين. سمي بالخضر لسمرة خفيفة في لون بشرته هذا، وقد تأثر الخضر بالجو الأدبي المحيط به. فوالده هو الشاعر سالم بن عبد الرحمن بن جبران، وأبناء عمومته الشاعر ناصر بن سلطان بن جبران، والشاعر راشد بن محمد بن جبران. كما أن إمارة عجمان بطبيعتها تربة خصبة تفتحت بها الكثير من المواهب الشعرية، نذكر منهم ماجد بن علي النعيمي، وناصر بن محمد الشامسي، وراشد بن ثاني، وآخرون غيرهم. لم يكن الأمر يقتصر على شعراء عجمان فحسب، بل توافد شعراء الإمارات الأخرى وجعل من عجمان منتدى ثقافيا شعريا. لازم الخضر ابن عمه ناصر بن جبران الذي كان يمتهن تطريز البشوت، فتعلم منه تلك الصنعة وأخذ يساعده فيها، إلا أن القدر لم يمهله كثيرا، حيث ودعه ابن عمه هذه المرة. فلم يحزن ولم ييأس، مارس الصنعة التي تعلمها من ابن عمه ليكتسب من ريعها. لم يطل المقام بالشاعر في وطنه، إذ أن للأقدار في حكمها شؤون، حيث كان لموقفه تجاه بعض أهل العلم في عجمان تأثيرا سلبيا على مجريات حياته، فقد أغلظ بعضهم على المتكاسلين عن آداء الصلاة في أوقاتها، الأمر الذي حمل الخضر على كتابة أبيات من الشعر التي يعرض فيها بهؤلاء العلماء. وحين بلغ الأمر الشيخ راشد بن حميد، وقد كان معروفا بشدته في التمسك بأمور الدين وعدم تساهله في ذلك، فما كان من سموه إلا أن استدعى الشاعر الخضر إلى قصره وهدده بإنزال أقصى العقوبات به إن صح ما نقل إليه عنه، إلا أن الخضر أنكر ذلك. سافر بعدها الخضر إلى البحرين، وهناك اتصل بحاكمها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وكان مشهورا بالكرم وحسن الضيافة ودماثة الخلق. ظل الشاعر راشد الخضر زمان في البحرين. تنقل الخضر بين إمارات الخليج وعمان والبحرين والسعودية وقطر والكويت، وذهب إلى اليمن وسوق قطرة، إلا أنه عاد أخيرا إلى عجمان. عاش راشد الخضر أعزبا، وقد يكون ذلك لرؤية خاصة به، وكان ضمن مجموعة من أهالي عجمان الذين انتقلوا إلى منطقة بورسعيد في دبي عام 1963، ولم يلبث هناك إلا قليلا ثم انتقل إلى الشارقة، حيث أقام بها ردحا من الزمن، ثم لم يلبث أن عاد إلى عجمان، وهناك توفي الخضر حيث أحب. توفي راشد الخضر بعد عودته من الشارقة إلى عجمان مسقط رأسه في 22 من أكتوبر عام 1980. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.